المتوفية بنت خالتي رضوى لالو، بنت خالتي وصاحبتي واختي وامها، اختي اكثر من خالتي. تلقينا الخبر الوفاة ديالها كيف الصاعقة، لان رضوى من الناس اللي كانوا كيحبوا العمل ديالهم، باغية تخدم في هذاك الميدان، ماشي مشات ليها مرغمة، مشات ليه عن حب، قاصات باش توصل ليه، دارت المستحيل باش تدخل لهذيك المهنة. كانت في ايفاكياسيون مع شي مريضة، طرات الحادثة في الطريق، اتصلوا بينا بلغونا بالخبر ديال الوفاة ديالها، ما لحد الساعة باقي ما صدقناش. صعيبة، ماشي هي الأولى وماشي هي الأخرى اللي توفات في هذا اللي طرا لها هذا الحادث بحال هكا أثناء النقل الصحي، والظروف تتبقى مجهولة، ما عرفناش السبب فين كاين، واش الخلل كاين في النقل ولا في التجهيز ولا ما عرفناش فين. المغاربه اللي صدمنا معاكم كان بغي نقول لهم يدعيوا معاها ويدعيوا مع امها، يدعيوا مع امها مسكينه بالصبر، وحيده الام ديالها، يتيمه وحيده الام، وحيده امها، تنطلب منهم يدعيوا معاها بالصبر وبالرحمه هي، وكنطالب من الناس كاملين باش يوقفوا باش يلقاو حلول لهاد الشغيله اللي كتضيع بحال هكا، الشباب اللي كتضيع. هذا والله الشباب صغار تيمشيو تيفقدوا والديهم، راه ماشي صعيب، ماشي ساهل على واحد يتلقى خبر الوفاه ديال ولده اللي كيتمنى فيه، يشوف فيه ولده اللي كيخدم وتيمشي وتيجي وتيتسنى فيه يكون به. كاينين وحدين اللي هما المعين الوحيد لوالديهم، تيتلقاو خبر الوفاه ديالهم. تنتمناو يكونوا حلول ان شاء الله لهذا النقل، خصوصا في المناطق اللي صعيب فيها التنقل، صعيب فيها التنقل وصعيب المسافات بعيده. تنتمناو الحل يكون ان شاء الله يا ربي. انا الثقه ديالها ما تيقتاش لحد الان، وهي بنت اختي وانا اللي كنت لحقت لهذه المدينه وديتها وكل شيء، فهمتي؟ المهم كما قال الدكتوره، احنا تنطلبوا من المسؤولين، هذا الشيء راه عاد بزاف. انا تنعيش في الروم وتبقى فيا المغرب، والناس تيكونوا كما البارح عند اللجوده تاع الجدرميه، قال لك الواحد اللي قهرناه هما، قال لك جايب واحد السرعه اللي اكثر من القانون، قال لك تنحبسوا. تنقول يا ودي، قال لك تيقول لك عندي، قال لي بعد، قال له خاصك تشوف هذا المريض هذا، وعاده قال له دير السرعه ديالو كيفاش هو غتلحقه، فهمتيني؟ راه يا حبيبي واحد الكارثه اللي ما تتصورش، واللي حكى لي لجودان قال لي كان جايب واحد السرعه اللي ما تتصورش كاع، فهمتيني؟ ربما خرج في واحد البانو دارك ودبوله صافي، قال لك وطهرت اسمه. هذا هو، وتنطلب الله من المسؤولين يشوف في هاد الناس وفي هاد الشباب اللي تيضيعوا في المغرب، فهمتيني؟ تيضيعوا باطل هكاك، ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وتنطلب من الناس يدعوا معها ويدعوا مع امها وكل شيء. وانا عيطت عليا البرحه الاولى، قالت لي خالده ضروري خاصك تجي، قلت بعي بعدي ما تفرم ديالي، فهمتيني؟ ضروري. ومن الله اش تيقول، اش تيقول الانسان واش تيقول الله تبارك وتعالى يا حبيبي. هذا هو، تنطلب الله تبارك وتعالى، وتنحب البلاد، تنحب الوطن. ويمي مع الاسف عشت 47 عام في فرنسا، ومسؤول على اسمهم يا اخي، وتبقى في المغرب كله، فهمتيني؟ ولدك وتندير المغرب كامل، كاين سيمانه تندير 3000 4000 في اسمهم. وتنقول المسؤولين خصهم يردوا بالهم ويشوفوا لهاد الطرقان اللي هما تيقتلوا الناس، الرواح راه هما اللي مسؤولين على هادشي. تلقينا هذا الخبر زعما بقى فينا الحال، هذه البنت بنت هي بنت عمتي، وتلقينا هذا الخبر زعما فاجعه. هي في الخدمه يعني خدامه هي جايه غير في سبيل الله، ثم اللي وقع ما وقع. يعني باش حسيتوا؟ طلبوا الله سبحانه وتعالى يواليه بالرحمه ديالو والمغفره، وانا الى الله وانا اليه راجعون. سمعنا بان كانت هي خدامه شحال؟ سمعنا دابا هي خدامه تقريبا شي 9 شهور، وجايه غير مع المريضه في سبيل الله. فاذا اش هي الوحده اللي عند الام؟ هي الوحيده عند الام ديالها، وهذا هو الخبر اللي عندي انا صافي، ما عنديش شي خبر من غير.